منزله الآن أصبح كمتحف يوثق تاريخ النضال ويروي قصص الكفاح، وتستقبل زوجته خالتي لويزا الزائرين وهي تحتضن العالم الجزائري، وتردد دائما تحيا الجزائر. في هذاك الوقت ما عرفناش، حتى من بعد الثورة ما قالونا حتى حاجة. عرفنا باللي يبريباريو حاجة مهمة، مي جامي يحكيونا ولا يقولونا، كلش يديروه متخبية. شفت كي جا زعموم الله يرحمه للدار، قال لي أرواحي تروحي، رانا في الوسمة في لابلاس، أعطينا العهد. قال لي اليوم خلاص خبينا خبينا خبينا، اليوم الأخر فضحت كلش. دروق رانا في الوسمة في تيزي، قال لي كاين الشاوية معانا، كاين واحد مام واحد المروكي معاهم كي حبطوا من هنا من الشرهات. قال لي أرواحي تشاركي معانا العهد. قلت بكري، انا كنت صغيره دابا عندي 15 سنه مامته، اقوم بكري ما ندخلوش روحنا في رجال نسافر في حدهم، رجال في حدهم. قال لي معليش، قال لي اليوم الاخراني التخبيه، رانا نطلعوا للجبل نموتوا ولا تحيي الجزائر، ما نولوش حتى تحيا ولا نموتوا.